عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والحب وكل ما هو جميل يكون من مواليد برج القوس. ان شاء الله باذن الله الامور عندك تتغير ويبقى دايما عندك جديد في جديد. طبعا الفيديو ده لاخر اسبوع من شهر يونيو شهر 6، ان شاء الله باذن الله يكون الاسبوع كله يدخل عليكم بالهنا والسعاده وكل ما هو جميل. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء، اهم حاجه بيغير القدر. وكمان ندخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه بتاعتنا الجميله ونركن الطاقه السلبيه على جنب. وطبعا لو عجبكم الفيديو والقراءه للناس اللي اول مره تسمعني، ما تنسوش تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناه عشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي كومنت جميل كده زيكم، اضغطوا لي لايك للفيديو. صلوا على الحبيب. يلا بينا يا برج القوس نشوف فنجانك فيه ايه وعندك ايه. دايما القوس دايما 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 مفيش حاجه عنده بتكمل، دايما فرحته بتاخد حد بياخدها، دايما يعني ايه بيكون مبسوط وبيكون ناوي على الخير، وتلاقي حاجه تلخبط حياته. انت برضو يا برج القوس الحاجة اللي انت بتمشي فيها بتحكي عليها، بتحكي عليها. يعني انا دايما اقول لك يا برج القوس خبي خبي وداري داري داري على اي حاجة تدخل حياتك، داري على فرحتك اللي كنت هتتخطب، كنت هتتجوز، كنت عندك فرحة حلوة، داري عليها. ليه في دي اتكلمت؟ هتقول انا ما اتكلمتش، هقول لك لا اتكلمت، اتكلمت مع ناس، عرفت ناس، لدرجة ان فرحتك بقيت انت ماسك العصاية من النص، مش قادر تمسكها من الطرف واحد. ليه؟ عشان انت اتكلمت وحكيت، اتكلمت وحكيت. معنى ان انت اتكلمت وحكيت معنى ان الموضوع ما بقتش عارف اذا كان هيكمل ولا لا، في مشاكل، مشاكل بينك وبين الشريك، مشاكل بينك وبين الاهل، مشاكل عندك في حياتك العاطفية يا برج القوس. انت هنا ناوي على سفر، ناوي على سفر، عايز تغير حالك، ناوي ان انت تدخل دراسة وتكمل وتنجح، ناوي ان انت تغير حياتك، ناوي ان انت تسافر وتشتغل وتعافر عشان تبني مستقبلك. برج القوس، برج القوس مشكلته ان هو طموح جدا 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 جدا، وعايز يبني الدنيا كلها وعايز يعمل حاجات كتير بقدر، يعني ان هو طموح بيحب يحلم. الناس دايما تقول له ما تحلمش، يقول لا انا دايما هحلم وباذن الله ربنا يكرمني واحقق كل اللي انا عايزه. برج القوس انت عندك كذا فرصه عمل حلوه جدا، وانت في نفس الوقت ناوي على مشروع، ناوي على مشروع، انت عايز تغير من نفسك، تغير من وضعك، تغير من الحاله الماديه بتاعتك، عايز تغير من نفسك وعايز تبني مستقبلك بطريقتك الحلوه باذن الله. برج العذراء، سوري برج القوس، برج القوس انت برج القوس مشكلتك ايه؟ ان انت متسرع، انت متسرع، دايما بتحب ان انت ايه تعمل الحاجه بسرعه، ساعات ما بتفكرش، ساعات ما بتفكرش، بتعمل على طول من غير تفكير. لا يا برج القوس انا عايزك تفكر كويس جدا. انت ده كل دي مشاكل انت وقعت فيها بالنسبه للخبطه حياتك وصحتك والتوتر اللي في حياتك. ده حصل عندك انت يا برج القوس من فتره كبيره، من فتره كبيره جدا جدا، من حوالي سنين، من حوالي سنين يا برج القوس، انتبه كويس جدا للكلام ده. من حوالي سنين دخلت بيت، البيت ده كانوا فيه بنتين، فيه بنتين لسه ما اتجوزوش، دخلت بيت فيه بنتين لسه ما اتجوزوش، او واحده، واحده متجوزه وواحده لا، المهم في بنت لسه ما اتجوزتش. البنت دي بتغير منك، البنت دي بتحقد عليك، البنت دي مش كويسه، البنت دي اتكلمت عليك بالباطل وعملت لك طاقه سحر. هتقول انا ما بشربش عند حد، صح؟ هتقول انا ما باكلش عند حد، انا بقى ما باكلش عند حد وما بشربش عند حد. لا لا يا برج القوس انت لحد الان مش عارف الست دي عملت لك طاقه سحر، لخبطت حياتك، قلبتها، خليتك تاخد قرارات غلط، خليتك تقع في مشاكل، حصل عندك انفصال على علاقاتك العاطفيه. انت ما بتحبش العلاقات الكتير، برج القوس ما بيحبش العلاقات الكتير، بس دايما بيدخل في علاقات كتير. ليه؟ علشان لما بيتعرف على حد بيحب بصدق. واوفى برج، برج وفي جدا جدا جدا، برج العذراء، برج القوس. بس سوري انا بتلخبط في الابراج، بس احنا معانا قراءه برج القوس. بص يا برج القوس، انت لما بتدخل في علاقه ما بتلاقيش الحب، يعني انت بتدي بتدي كتير وفي نفس الوقت في العلاقه ولا بتلاقي الحب ولا بتلاقي الاخلاص، بتلاقي دايما الشريك ممكن يخون،
تلاقي دايما الشريك ممكن يبعد، تلاقي دايما الشريك كده يجيب لك اعذار من اي طريقه، في حياتك لخبطه، ده كله بسبب السحر اللي انت شربته من سنين وسنين. هتقول انا مش فاكر، انا مش فاكر السنين اللي فاتت مين عمل لي السحر، من يعني السنين اللي فاتت كلها انت كنت بتعاني بتعاني، انت من وقت للتاني بتحس نفسك مرتاح، انت من وقت للتاني بتحس نفسك مرتاح، بتطلع من البيت بتحس بالانبهار بالفرحة والسعادة والخير، بتبقى مبسوط جدا. بس ايه يا برج الكوس، بتحس مجرد ما تدخل البيت بتحس بالارهاق والتعب والحزن والندم، بتحس بحاجات كتيرة جدا جدا ملخبطة حياتك، ومجرد ما تدخل البيت بتجيلك كده حالة اكتئاب. لا دي طاقة السحر، طاقة السحر. او من وقت للتاني بتكون مبسوط وبتضحك، لو الكلام ده بيحصل لك قول لي يا برج القوس. بتحس من وقت للتاني انت مبسوط وسعيد، بتحس ان من وقت للتاني انت مبسوط وسعيد، وفجأة كده تفكر في الماضي تعيط تزعل تحزن. طيب بص يا برج القوس، انت الفترة الجاية جايلك فلوس، الفترة اللي جاية جايلك فلوس، فلوس حلوة جدا جدا جدا، هتحسن من وضعك. ليه حاسس بالعزلة وعايز تنعزل عن الناس؟ ليه حاسس ان انت عايز تنعزل؟ طيب ليه اهل جوزك او اهل جوزك يا برج العذراء دايما بيتمنوا لكم الشر، دايما عايزين يفرقوا بينكم بينك وبين زوجك، دايما عايزين يخربوا عليكم، دايما اهل الزوج عندكم في مشاكل كتير، او ممكن كمان يكون اهل الشريك، الناس اللي هم مرتبطين ومخطوبين. طيب برج القوس، انت ايه الحدث او ايه المشكلة او ايه الحاجة اللي انت اتحطيت فيها وحياتك فيها لخبطة؟ يعني انت دلوقتي حاليا بدأت تواجه حاجات ما كانتش ببالك، بدأت تواجه حاجات كتيرة جدا جدا، صبرت كتير يا برج العذراء القوس، سوري انا بتلخبط كتير جدا ما بين القوس والعذراء، صبرت كتير يا برج القوس انت، وبتقول انا مليت انا زهقت، انا في حاجات كتيره جدا مش عايزها، حاسس بالملل وحاسس بالزهق، يعني حسيت ان انت مظلوم، انت برج القوس اتظلمت من اهل اقرب الناس ليك، من اهلك او من بعض الناس في حياتك. طيب في ناس انسحبت من حياتك ولا انت طلعتها بمزاجها؟ برج القوس ايه الحاجه اللي عملتها في حياتك وندمت عليها؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها وندمت عليها؟ شايف يا برج القوس، شايف عندك كذا حاجة ملخبطة حياتك. انت يا برج القوس حاليا هتقف على ارض صلبة، حاليا هتمسك الكورة وترميها وتقول انا مش عايزها، حان وقت ان انا اشوف مستقبلي واشوف حياتي واشوف الحاجة اللي انا عايزها. يعني انت دلوقتي بدأت ترمي كل حاجة ورا ظهرك، بدأت تقول انا هعافر وانا هكمل وانا هشوف مستقبلي اللي هو اعلى من اي حد، بدأت حياتك تحط النقط على الحروف، بدأت ان انت تشوف مستقبلك بشكل مختلف، بدأت ان انت تعافر وتجاهد وتبني علشان توصل. ابشرك واطمنك وريح قلبك وريح مستقبلك اللي جاي، ان اللي انت عايزه وصبرت عليه من سنين هو اللي هتعمله. القوس والعذراء اخر اسبوع من شهر يونيو هيعملوا حاجه متغيره، هيعملوا حاجه مختلفه. بص يا برج القوس، مفيش حاجه في الدنيا بتدوم، ولا السحر بيدوم، ولا الغلط بيدوم، ولا اي حاجه وحشه في الحياه بتدوم، بس السحر بيلخبط حياتنا، بيعمل لنا تفرق مع الناس، بيعمل لنا مشاكل في حياتنا، بنبقى كارهين نفسنا، بنبقى مش عايزين. باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى يا برج القوس، عشان انت اتظلمت كتير وحياتك العاطفيه ليها سنين وسنين 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 متلخبطه، باذن الله هيكون عندك نصره حلوه، هتبقى منتصر، هيبقى عندك خير، هيبقى عندك رزق، هتزود في حياتك المادية، هتبقى فخور بنفسك، وهيبقى عندك حاجات كتيرة جدا 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 انه حياتك هيبقى فيها تتحسن. حاول تهدي اعصابك وتدخل على مستقبل جميل زي ما انت عايز.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عندك خبر حلو جدا 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 جدا، خبر حلو جدا يا برج القوس الفترة اللي جاية. بس ليه مصدوم؟ ليه مصدوم يا برج القوس؟ ليه؟ انت كنت مريض الفترة اللي فاتت، او بتعاني من مرض، او بتعاني من حاجة معينة في جسمك في حياتك، في حاجة انت كنت بتعاني فيها. يعني انت كل ما يجيلك رزق بتدفعه، بتدفعه فواتير، بتدفعه حد يتعب تصرفه، يعني عندك كل ما يجيلك رزق يا برج القوس تدفعه. طب شايفين القعدة الرومانسية اللي انتوا هتقعدوها دي؟ يعني القعدة الرومانسية اللي هتقعدوها مع بعض، وهيكون في لقاء عاطفي سريع وجميل جدا، يعني هيكون في امور عندكم حلوة وايجابية. اولا الفترة دي انتوا عندكم شوية وجع في الجسم، حالتكم النفسية بتتحسن واحدة واحدة من بعد فترة الاكتئاب والخذلان اللي انتوا عشتوه. في مال او هدية بعد، زي ما قلت لكم، لا اما خطوتين، لا اما اسبوعين، لا اما يومين. كمان انتوا عندكم هنا حد بيجيب في سيرتكم، الحد ده شخص غيران من نجاحكم وبيحقد عليكم، مع انكم انتوا مكرمينه جدا ومدينه حاجات كتيرة جدا، بس هو شخص طماع واناني. كمان انتوا شاغلين تفكيركم بموضوعين، شاغلين بالكم بشكل يعني بشكل على طول، طول الوقت بتفكروا في الموضوعين دول. هنا كمان في ورقة تخص محكمة انتوا هتدخلوها، او ورقة هتخلص على خير، وفي بشرة باكتمال زواج، باكتمال خبر حمل، باكتمال حاجة جديدة عندكم. انتوا هتقعدوا في مكانة وهتقولوا الحق في حاجات هتتعرض قدامكم، وهتتكلموا بما يرضي الله، وهتقولوا لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، ده في انتوا واخدين فكرة غلط. فانتوا حاولوا الفترة دي بقدر المستطاع تهدوا شوية، وما تكونوش انتوا يعني يعني بلاش ان انتوا تكونوا مندفعين قوي، لا انا مش عايزة لكم الاندفاع ده، عايزاكم ان انتوا تكونوا هادين وتستقلوا بنفسكم خالص، علشان في طاقة جديدة هتقع عليكم، والطاقة الجديدة دي انتوا هتحاولوا تستغلوها. كمان عندكم المفاصل وألم في الظهر، وجعكم في وجع عندكم بشكل رهيب، وكل ده من المفاجآت اللي عمالة تحصل عندكم وانتوا مش واخدين بالكم. فلازم تخلوا بالكم كويس جدا من اي حاجة مأثرة عليكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا بنفسيتكم بتتعب، فعشان كده انتوا الفترة دي هيكون فترة تغيرات ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا بين اللي انتوا هتعملوه، علشان خاطر كمان في شخص هيكون مناسب هيدخل حياتكم وهيبدل حياتكم كده بالافراح والسعادة، وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا. بالنسبة للعمل، العمل انتوا نافرين منه، العمل انتوا مش عايزين تشتغلوا، يعني بعد ما انتوا كنتوا بتحبوا الشغل وبتحبوا ان انتوا تكون عندكم طاقة ايجابية، العمل عندكم فيه شوية مشاكل او شوية عراقيل بمعنى اصح، وعشان كده عندكم تصفية حسابات سريعة، او تصفية حسابات في اوقات معينة، تصفية حسابات انتوا هتبدأوا تصفوا حساباتكم، او هتبداوا ان انتوا تتكلموا مع الشخص المنافق اللي عندكم في العمل ده، وهتقولوا له انت بتاذينا، انت مركز معانا، او انت الشخص اللي كنت بتتكلم عننا الفتره دي. كمان في عين كبيره، والعين الكبيره دي عاوزه تاذيكم باي شكل وباي طريقه. لو انتوا واجبتوا على الصلاه وواجبتوا على القران والذكر في الله او للتحصيل، عمر ما حد هيقدر ياثر عليكم حتى باي حاجه، رغم ان انتوا مريتوا في فترة صعبة وفترة قاسية، وعشتوا فيها من فترة الخذلان كانت محيطة بكم، وفقدتوا الثقة في ناس كتيرة جدا، خصوصا في الناس اللي كانت قلبها مليء بالحقد وبالغل اتجاهكم، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بعيد عنهم. فعشان كده دايما اقول لكم بلاش الحزن وبلاش الطاقة السلبية، كل اموركم باذن الله هتكون زي ما ربنا عايز. كمان سمعان الخبر اللي هيفرحكم في اليوم المناسب ده، هتكون فترة انتظار
انتظاركم انتوا جدا ليه. التبشرات بتاعتكم كلها او الرموز كلها بتاعتكم بتدل على الخير وعلى الفرح، ومفاجآت كتيرة جدا في انتظاركم. انتوا قربتوا من الفرج، والفرج ده هيكون تغيير على جميع الاوضاع بتاعتكم ان شاء الله. ربنا هيكرمكم بمولود جديد، بارتباط جديد، في حاجة في الطريق انتوا اليها، والحاجة دي هتكون توفيق من عند ربنا، او اقدر اقول ان عتاب مع الشريك من بعد لحظة خزلان. انتوا في مناسبة هتكونوا مبسوطين جدا فيها، وبلاش ان انتوا اي حد يدخل حياتكم يديكم يعني ايه، يديكم طاقة سلبية. كمان انتوا عليكم تسديد ديون الفترة دي، بتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تسدوا الديون اللي عليكم. البعض منكم عنده تساقط شعر، عنده مشاكل في بشرته، مشاكل في جسمه، فبيحاول ان هو يحلها، فبلا ما تقلقوش خالص. كمان انتوا عندكم انفراجات مالية، وعندك خبر مفرح بعودة الحبيب او بعودة الشخص اللي هيكون مناسب لحياتكم. ودايما اقول خدوا بالكم من قراراتكم في وقت الغضب. ليه؟ علشان وقت الغضب ده بتبقى انتم منفعلين، وممكن تقولوا كلام تزعلوا الطرف التاني وانتم مش واخدين بالكم، فلازم في الوقت ده يكون انتم كده يعني عندكم طريقة كلام لطيفة. انا عارفة ان انتم وقت ما بتكونوا عصابين ما بتكونوش شايفين حتى قدامكم، بس لازم في وقت الغضب تتحكموا شوية في قراراتكم وفي الكلام اللي طالع من لسانكم، علشان ما تندموش عليه، او علشان ما تخسروش حد انتم بتحبوه او هو بيحبكم. بلاش تسرع في اخذان القرارات في الوقت الغلط. كمان انتوا هنا تعبانين من هم كبير، فربنا هيشيله عنكم باذن الله. وموضوع متعلق بخصوص شغل او بخصوص علاقة عندكم، بخصوص حاجة هتتغير الفترة اللي جاية، وهيكون عندك طريق انت ماشي فيه، هيكون طريق حلو او هيكون جبر، بس بلاش عشم زايد عن اللزوم في الناس المحيطة بيكم، علشان العشم ده بيخليكم انتوا اللي تزعلوا، او بيخليكم انتوا اللي تتعبوا. العشم الزايد في الناس الغلط ده بيأذيكم انتوا، فبلاش ان انتوا تعشموا زيادة عن اللزوم، لا انتوا تعاملوا بشكل عادي جدا وبشكل يعني عادي، بلاش ان انتوا ايه تتعاملوا بشكل عامل فتقعوا انتوا في مشكلة. كمان البعض منكم بيتحمل فوق الطاقة بتاعته، البعض منكم بيتحمل فوق المسؤولية بتاعته، يعني انتوا ممكن تكونوا اتولدتوا اصلا ان انتوا تكونوا تتحملوا المسؤولية، اتولدتوا اصلا ان انتوا قد المسؤولية. البعض منكم اتولد في مسؤولية كبيرة فشايلها فوق كتفه، فوق الطاقة بتاعته اصلا اللي هو بيمر بيها، او انتوا دايما بتمروا بكل حاجة لوحدكم، مفيش حد جنبكم، اذا كان ألم، اذا كان تعب، اذا كان شيل مسؤولية، اي حاجة انتوا بتكونوا قدها فعلا، بس بتتعبوا، فمحتاجين ان انتوا يعني ربنا كده ياخد لكم حقكم. فما تزعلوش، اللهم لا شماتة في حد، انتوا هتاخدوا حقكم الفترة اللي جاية، وهتشوفوا تعويض ربنا اتجاهكم. كمان الفترة دي انتوا هتنزلوا وهتشتروا هدوم جديدة، هتشتروا حاجات جديدة، او هتعملوا حاجات جديدة. اغلبكم اي نعم اغلبكم مستني فرح، اغلبكم تعبانين جسديا ونفسيا من كتر الالم، فربنا هيخفف عنكم وهيشفيكم باذن الله، بس انتوا ما تسلموش للتعب مهما يكون او مهما يحصل، ما تسلموش للتعب. كمان شايفه لكم طاقه ندم، وطاقه الندم دي بقالها مده متعلقه معاكم، طاقه الندم دي على حاجه انتوا ضاعت منكم، او على حد دخل حياتكم الله اعلم، او على حاجه خطيئه، قرار خدتوه غلط، امور حصلت غلط عندكم، فانتوا يعني حصل شويه عراقيل الله اعلم. كمان انتوا هنا بتفكروا بشكل سريع، او بشكل طول الوقت بتفكروا في الاستقرار. الفتره دي انتوا بتسعوا ان انتوا تاخدوا اي خطوه اتجاه الاستقرار، خلاص عايزين تستقروا بعد يعني اي نعم عشتوا معافره الفتره دي، في بعض اموركم في خلاف في حياتكم الشخصيه، في حد قالب عليكم الترابيزة رغم ان انتوا كويسين معاه، في امور مخالفة، بس بتغيير العتبة او بتغيير حاجة جديدة هتخليكم كده ان انتوا شايفين حياتكم بدأت تتحسن واحدة واحدة. في حد ما بيسمعش كلامكم ابدا، الحد اللي ما بيسمعش كلامكم ده انتوا متضايقين ان هو فعلا ما بيسمعش كلامكم، وبتحاولوا ان انتوا تقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط. انتوا من الشخصيات اللي بتحبوا ان الشخص التاني او الاولاد او الحد اللي في حياتكم يديكم اهتمام ويديكم تقدير ويسمع الكلام. كمان انتوا هنا بدأ يكون في توازن عندكم في الامور المادية، وهتبدأ الامور تتحسن معاكم احسن من الاول،
وكمان هتحكمكم قاعدة بينكم ما بين شخص زي ما قلت لكم حصل بينكم خلاف، هيجيب او ممكن يحصل يعني قاعدة مع حد تاني، او هيحصل او هيبقى فيه امور كمان، انتوا هي يعني الشخص ده او الست دي او الحد اللي انتوا هتقعدوا معاه هيجيب اللوم كله عليكم، وهيقول لكم انتوا اللي قلتوا الكلام او انتوا اللي حصل منكم كده. طبعا انتوا ردة فعلكم ساعتها هتكون قاسية جدا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرتي. كمان انتوا هنا مطلوب منكم تكونوا دايما حريصين من ناحية الماديات، اي نعم مصاريفكم كتير بس ماسكين شوية. ليه؟ علشان بتحاولوا تظبطوا الامور اللي عندكم. مين الشخص اللي بيستغل فيكم في ماديات وانتوا هتحذروا من الاستغلال المادي؟ انسان بيطعنكم في ظهركم وماسك سكينة، لكن انتوا هتوضحوا الامر بفضل حد هيساعدكم، هيوضح لكم الامور وكمان بأدلة. خلوا بالكم، كمان في مناسبة سعيدة جايه لكم، هتبقى ملفتة الانتباه كده، هتكونوا انتم او انتوا هتكونوا ملفتين الانتباه في حاجات كتيرة جدا، وفي حاجات هتبان قدامكم. طيب مين اللي تعبان في ارض البيت بتاعتكم؟ الحد اللي تعبان او نفسيته تعبانة او هو تعبان، بإذن الله هيتعافى وربنا هيشفيه. انتوا هنا بتعانوا من بعض التفاصيل، من تقلب الشريك او من تقلب المزاج بمعنى اصح، لكن عندكم هدية حد هيديها لكم، وانتوا هتكونوا محتارين تاخدوها ولا لأ، بس هو فعلا الحد ده هيقدم لكم تضحيات وهيقدم لكم تنازلات، وهيثبت لكم قد ايه هو بيحبكم، وهيكون شخص مناسب جدا ليكم. بس انتوا بعض الامور مكركبة معاكم. المتجوزين لاما انتوا يعني في جرح بخصوص الشريك، لاما انتوا قلبكم مخزن من الشريك كتير ومحتاجين ان انتوا تقعدوا معاه علشان توضحوا الامور او توضحوا الكلام. انتوا شايلين هم علاقة تانية، طرف تاني، في حاجة عندكم يا متجوزين انتوا شايلين همها، لازم تقعدوا مع الشريك وتحلوا الخلاف اللي بينكم وما بينه، علشان انتوا فاهمين حاجة غلط، فلازم تتوضح الفترة دي علشان الضغوط اللي انتوا بتعانوا منها دي تعباكم نفسيا. انتوا عندكم رجوع او عندكم تصفية حسابات او عندكم فترة فيها طاقة إيجابية. ليه؟ علشان الخوف، وحتى العزاب دايما عندهم طاقة خوف، طاقة توتر، ودايما خايفين من بكرة، والقلق واخد جزء كبير جدا من حياتهم. فانتوا عندكم هنا طاقة إيجابية، بس ما تزعلوش مني ان انتوا عندكم مرات أخ دايما بتنتقدكم، سخيفة جدا، حتى ردة أفعالها باردة، إيه ردة أفعالها كده مش عاجباكم، بس انتم يعني اللي هو ساكتين وبتحاولوا ان انتوا تسكتوا لحد ما تشوفوا اخرها ايه، فهي ردة فعلها بتكون سخيفة وبتكون وحشة. كمان الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم في حال من التاني ده مخليكم انتوا عندكم تنازلات وتضحية. لا انا مش عايزاكم تخافوا من حاجة، انتوا ما تقلقوش، انتوا في عندكم انتصار وحل مشكلة سحبت طاقتكم في يوم من الايام. الفترة دي كل حاجة هتتحل وهتبقى الامور ماشية عندكم زي ما انتوا عايزين. ليه؟ لان انتوا هيبقى فيه فتحة كلام او هيبقى رأيان فتحة الفترة دي، ومن بعض الامور اللي هتكون مربحة ليكم هتسد ديون كانت عاطلة عندكم، هتشتروا حاجات بقالكم مدة عايزين تشتروها الله اعلم، بمعنى اصح ممكن تصفوا حسابات، ممكن تبدأوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه وتعملوه، هيبقى فيه انكشاف سر قدامكم. السر ده مش مستخبي ولا حاجة، بس انتوا هتكونوا متفاجئين بيه، ومش هيبقى عندكم اصلا اي ردة فعل، علشان خو عادي هو السر ما يخصكمش، بس انتوا هتبقوا هتنفاجئوا، هتبقى فيه مفاجأة بخصوص السر ده، بس صدقوني مش هيكون في ردة فعل، وخلاص الامور عندكم هتبقى عادية جدا. كمان انتوا هنا في حاجة مؤثرة عليكم، لإما تفكير سلبي مأثر عليكم، لإما بعض المقربين مأثرين عليكم، في حد فعلا عارف يأثر عليكم وانتوا مش راضيين بالحاجة دي، أو انتوا في علاقة أصلا مسمومة،
رغم كل التعب اللي انتوا فيه انتوا مكملين في العلاقة المسمومة اللي تعباكم واخدة من الطاقة بتاعتكم. فشوفوا انتوا الفترة دي بتعانوا من ايه، والحاجة اللي بتعانوا منها ياريت تبعدوا عنها. على الرغم من ان انتوا بتظهروا دايما القوة، على الرغم ان اطيب من قلبكم مفيش، على الرغم ان انتوا ممكن تقولوا كلام لحد يزعله ويزعل منكم فعلا، بس انتوا حرفيا اطيب من قلبكم مفيش. فعندكم خطوة لامام قدام، الخطوة دي هتبقى بشكل ايجابي حلوة جدا، والخطوة دي هتكون خطوة صريحة، اذا كانت بقى ارتباط او اذا كان مشروع هتدخلوا فيه، انتوا الخطوة دي هتكون ايجابية جدا وهتكون مميزة فعلا ليكم. في حد انتوا غلطتوا غلطة ان انتوا حكيتوا له سركم، الشخص ده مبين لكم ان هو كتوم بس هو مش كتوم، وبيتكلم عن الاسرار اللي انتوا بتحكوها له، فياريت تخلوا بالكم. في يعني الفترة دي ممكن يكون في عزومة، في انتوا هتلموا حد حواليكم، او في حد هيتصل بكم وهيعزمكم، او انتوا الفترة دي بتسعوا لتحقيق الهدف بكل الطرق عايزين تحققوه. بس مش عارفة اقولك ايه، برج القوس عندك لخبطة كتير في حياتك، انا عايزاك تهدى وتهدي اعصابك، تهدى وتهدي اعصابك. اهل الشريك خاينين، اهل الشريك بيعملوا لك طاقة سحر وبيجددوها لك، اهل الشريك طاقة مش كويسة، انت عندك كذا طاقة سحر يا برج القوس. اتمنى لك الخير والسعادة والرزق والتفاؤل وكل المشاكل دي تتحل، وقريب جدا هنزل لكم فيديو حلو جدا 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 لفك السحر، وكمان لحاجة معينة تشربوها تفك السحر وتلخبط حياتكم. اتمنى لكم كل ما هو جميل بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، اتمنى لك كل ما هو جميل في حياتك يا برج القوس.